بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإن حق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نرجوك ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شابا إلا هديته، ولا شابا يريد العفاف إلا زوجته، ولا فتاة إلا سترتها، ولا زوجة إلا أصلحتها، ولا أما أو جدة إلا بالصحة والعافية مددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل، يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو وجميع موتى المسلمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، آمين، والمؤمنين والمؤمنات، آمين، الأحياء منهم والأموات، آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الشرك والمشركين، آمين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم تركيا آمنة مطمئنة، آمين، وجميع بلاد المسلمين، آمين. اللهم اجعل تركيا آمنة مطمئنة، آمين، وجميع بلاد المسلمين، آمين. اللهم واحفظ سلطان هذه البلاد، السلطان رجب طيب أردوغان، آمين. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، آمين، يا رب العالمين. آمين. اللهم واحفظ لتركيا شعبها، آمين، وجنودها، آمين، وحدودها، آمين، وارحم شهداءها، آمين،
واحفظ علماءها واحفظ عالمنا الشيخ عثمان نوري تباش يا رب العالمين وشيخنا الغالي فاتح يا رب العالمين اللهم انفع بعلمهم البلاد والعباد اللهم ووفق بلدية أسكدار يا رب العالمين اللهم وفق رئيسها وكل من يعمل فيها يا رب العالمين اللهم واكتب الأجر والمثوبة لمن كان سببا في جمعنا يا رب العالمين اللهم وارزقنا جميعا الفردوس بلا حساب ولا عقاب وارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ونائبه وجميع حكام المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجعلهم عزا للإسلام والمسلمين اللهم هم وسلطان هذه البلاد السلطان نورا على نور واجعله عزا للإسلام والمسلمين وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين إلهنا وخالقنا ومولانا يا مبعدين يا أرحم الراحمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.